هكذا يبدو الوضع في جبهة موريس دمت بمحافظة الضالع. هجوم مباغت نفذه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية على مواقع الحوثيين في رماها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإنقلابيين وأسر العديد منهم. الميليشيات لقد تكبدت خسائر فادحة في الجبهة الغربية وفي يعيش وفي جميع الجبهات في موريس. إنه سوف يكون الحسم نهايتهم ونحن لهم بالمرصاد ونحن جاهزون بأي وقت. اشتباكات عنيفة خاضها الجيش والمقاومة مع الميليشيات منذ المساء وحتى فجر اليوم، وسط قصف مدفعي استهدف تجمعات للحوثيين في موقع القصبة. إن أعيننا إلى دمت وإلى ما وراء دمت، بل أعيننا إلى صنعاء إن شاء الله وإلى تحرير صنعاء وصعدة وجميع المناطق اليمنية من يد الانقلاب إن شاء الله. سقوط رماه سيمكن المقاومة من استعارة جبل ناصاه الذي من خلاله سيتم استعارة مديرية دمت من قبضة الانقلابيين. وسنستمر ثابتين مدافعين عن كرامتنا وعن شرعيتنا حتى يعاد الحوثي إلى صوابه. معنويات عالية تزامنت مع الانتصارات المتسارعة في بقية المحافظات، ما يؤكد أن استكمال تحرير المحافظة بات وشيكا. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.